فهذه الزيارة هدفها الاطلاع على المشاريع اللي تدخل ضمن البرنامج الحكومي للحكومة العراقية واللي مكلفة به وزارتنا. حاليا احنا في موقع محدد هو موقع مشروع أيمن الكمانية. هذا المكان الحقيقة الإجراءات اللي نعمل بها حاليا هو إكمال شبكات البذل لهذه الأراضي، لأن هذه الأراضي كانت تتعرض إلى تغدق باستمرار وغير صالحة للزراعة. حاليا نحولها إلى أراضي صالحة للزراعة باستخدام تقنيات إنشاء مبازل حقلية تحت الأرض. هذه الماكينة اللي شفتوها قبل شوية هي المخندقة اللي تضع الأنابيب المثقبة اللي محمية بمادة مرشحات نظامية. هذه تصنع في وزارتنا، أيضا في هيئة العامة للصيانة في وزارتنا. هذه ما تستورد، حاليا عندنا معمل خاص لصناعة هذه الأنابيب من الحبيبات الكلاسيكية، شغلناه وعدنا إلى الحياة. إذا هذا العمل وهذا الجهد قاعد يصير بتضافر جهود العديد من هيئاتنا وشركاتنا والمعنيين بتنفيذ هذا الموضوع. حاليا هي الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري